اعتراضا على إيقاف تعيين خريجي تخصص التربية الخاصة في الجامعات الأردنية من قبل وزارة التربية والتعليم. اعتصم عدد من الخريجين القدامى بتخصص التربية الخاصة أمام مبنى الوزارة مطالبين بمساواة حقوقهم. أهم مطالبنا أنه إحنا يعني المفروض يتم تعييننا في غرف المصادر التابعة لوزارة التربية والتعليم، وهذا من حق التخصص، ومن حقنا أنه إحنا نمارس حقنا وتعييننا في غرف المصادر بداخل وزارة التربية والتعليم. هناك تخبط من قبل وزارة التربية والتعليم بإدخال معلم مجال عربي ورياضيات بدل من التربية الخاصة. كما اعترض الطلبة المعتصمون على وعود وزير التربية مطالبين بكتب رسمية ليتم تعيينهم رسميا، فيما أكد مدير الشؤون التعليمية في الوزارة محمد العكور عند لقائه الطلبة بأن المشكلة على وشك أن تحل من خلال دراسة خطة للجان الوزارة لتدريبهم من ثم توظيفهم. قامت وزارة التربية والتعليم بتعيين خريجي التخصصات العادية مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات لتدريب هؤلاء الأطفال، ونحن نعلم أن ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن القوانين العالمية يحتاجون إلى خريجي أخصائي تربية خاصة مؤهلين لتدريبهم. في 3 شواغر بلواء البتراء ما في تعيين، مع انه في شواغر الان التعيين صار لتخصصات عربي او رياضيات ماخذين دبلوم صعوبات تعلم، هيك احنا بصير اجحاف في حقنا انه احنا ما لنا تعيين، ما في لنا شواغر. يذكر ان عددا من خريجي واخصائي التربيه الخاصه قد التقوا وزير التربيه والتعليم في ندوه سابقه في مؤسسه عبد الحميد شومان، اذ كان الرد ان خريجي التربيه الخاصه ليس لهم تعيين عن طريق التربيه والتعليم.